أهلا بكم من جديد. من العمل السري إلى الأضواء، وربما قريبا إلى العمل في ظل الشرعية القانونية. إنها حال فاغنر، مجموعة أمنية روسية أخرجتها المعارك في أوكرانيا من الظل. أدوار مقاتلي المجموعة اللافت في المعارك الأخيرة ومكاسبها الميدانية دفعت حزبا سياسيا في روسيا إلى تقديم مشروع قانون يطالب فيه بمنح الشرعية لعمل فاغنر والشركات الأمنية الخاصة. فما هي تفاصيل مشروع القانون المذكور؟ وما هي إمكانية أن يبت البرلمان الروسي فيه؟ وكيف سيتم استقبال قرار كهذا من طرف العواصم الغربية؟ وللحديث عن هذا الملف معنا الخبير في مركز الدراسات العسكرية والسياسية فلاديمير كوزن. مرحبا بك معنا. ما هو مشروع القانون المذكور الذي يشرع عمل الشركات الأمنية الخاصة، وماذا يعني تشريع عمل مثل هذه الشركات؟ هذه الفكرة يتم التناقش فيها في الأوساط السياسية في روسيا منذ على الأقل 4 إلى 5 أعوام الآن، وهناك توقعات بأن يتم تقديمها أو قد تم تقديم مشروع القانون من جانب حزب سياسي برئاسة ميرونوف، ولكن أعتقد أن مشروع القانون لم يتم تمريره بعد. ولكن مع ذلك فإن رغبة الحاكمين الروسيين والقادة الروسيين والشعب الروسي هي مع منح هذه الشرعية القانونية لشركات الأمن الخاصة، أو أحيانا يقال إنهم شركات متعاقدة في مجال الأمن. تختلف التسميات ولكن هذا لا يهم. نحن نتعامل في روسيا مع مثل هذه الشركات الأمنية الخاصة، وطبعا الأمر تخطى عدة مراحل الآن منذ تصور هذه الفكرة وتأسيس الجماعة أو المجموعة عام 2014. هي معلومات سرية للغاية، وفي الواقع هي مجموعة أو شركة لا تعمل بقيادة المخابرات أو الجيش الروسي أو القيادة العامة ولا حتى وزارة الدفاع الروسية، بل كان واضحا من النائب الأول لوزير الدفاع الذي كان في الوقت نفسه رئيس القيادة العامة في روسيا، وطبعا الذي انضم أيضا إلى صفوف هذه القيادات. والمجموعة مرت بثلاث مراحل. الأولى هي فيما يتعلق بالمعارك خلف البحار، وثانيا تتعلق بالاستحواذ على حقول النفط مثلا مثل ما حدث في ربما سوريا والمشاركة في هذه العمل. والمرحلة الثالثة التي نشهدها الآن هي ما يحدث في أوكرانيا. عدد هذه المجموعات في الواقع تعد معلومات سرية، وبموجب ميثاق تأسيسها يمنع منعا باتا التكلم عن أسمائها أو فضح أسماء أو المشاركة في أي مقابلات وإظهار أي وجوه لها الشخصيات المنتمية إلى هذه المجموعات. كان
كان هناك فقط فيديو قصير جدا للأب المؤسس لمجموعة فاغنر أو منظمة بي أم سي فاغنر. وطبعا هذا الشخص كان في بيترسبرغ وخلق هذه المجموعة وأصبح في الواقع فعالا جدا يعني هذه المجموعة لا سيما فيما يتعلق في معركة سوليدار في أوكرانيا. بعجالة، ما مدى الحاجة في روسيا حاليا إلى مثل هذا التشريع، وما إمكانية البدء الجدي في هذا التشريع من قبل البرلمان الروسي؟ Yes, I mean the value is very high because, as I said, أعتقد أن القيمة مرتفعة جدا، وكما ذكرت منذ قبل، فإن نحن نعلم أن مجموعة فاغنر كان لديها دور أساسي في تحرير سوليدار وأيضا في مناطق أو أماكن معينة من دونيتسك، وطبعا بطبيعة الحال بدعم القوات الروسية أيضا. ولكن مع ذلك فإن كل هذه العظمة أعطيت إلى مجموعة فاغنر، وطبعا هذا أمر واقعي وليست فقط أحاديث تجري في الأروقة، بل إنه في التقييم السابق في مجتمعنا الذي ربما كان جليا منذ البداية، منذ بداية هذا التأسيس، الآن هو نشهد تحولا إيجابيا. لقد تفاجأنا، وأنا شخصيا أيضا تفاجأت، بأن الكثير من المقاتلين من ضمن هذه المجموعة تم تزيينهم أو تم تكريمهم بميداليات روسية كما أي ربما عضو أو أي جندي من القوات الروسية أو ربما أي مواطن روسي. تفضل بالبقاء معنا سيد كوزين، وقبل أن نكمل حديثنا لنتعرف على جوانب أخرى من هذه الشركة، شركة فاغنر. وبالعودة إلى حوارنا، بعضهم قال إن فاغنر أظهرت فاعلية أكبر في العمليات القتالية من الجيش النظامي. إلى ما تعيدون ذلك؟ إلى نوعية السلاح المستخدم أو عوامل أخرى ربما؟ كلا، الأمر لا يتعلق بنوعية السلاح المستخدم، بل هناك عوامل أخرى كما ذكرت، مثل مثلا عامل التدريب الخاص لأعضاء مجموعة فاغنر والالتزام أيضا، الحافز وطبعا الرواتب الأعلى أو الأكثر ارتفاعا لطبعا هؤلاء الذين يشاركون بالقتال على الأرض الواقع، وطبعا النظام المتشدد. ونحن نعلم أن هناك الكثير من العراقيل التي ربما قد لا نكون نعلم بشأن تفاصيلها، ولكن سبب انتقاد هذه المجموعة في الغرب لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الناتو بسيط، لأن هذا المجموعة فعلا ناجحة للغاية في طبعا، وطبعا نحن نعلم أن هناك أكاذيب
الأكاذيب تقال وتنشر بشأن هذه المجموعة. يقال إن أعضاؤها كانوا مرتكبي جرائم وسجناء. أنا رأيت فيديو واحد مرتبط بمجموعة فاغنر، وطبعا قيل إنه طبعا لأحد الأعضاء الذين كانوا من سجناء والذي أصبح عضو لهذه المجموعة. طبعا استخدم هذه الحيلة فقط للذهاب إلى أوكرانيا. كان قاتلا وكان محكوم عليه بتهمة قتل. أنا ليس لدي أي معلومات أخرى، ولكن استخدم هذا النوع من القنوات للهروب من روسيا إلى أوكرانيا، وادعى بأنه سوف يقاتل في صفوف فاغنر، ولكن طبعا خاب أمل فاغنر فيه. الخبير في مركز الدراسات السياسية والعسكرية فلاديمير كوزين، شكرا جزيلا على مشاركتك ومداخلتك.